عملية دورية واستباقية تقوم بها مؤسسة أسروت للرويبة بتطهير وتنقية قنوات الصرف الصحي، المجاري المائية وحتى الوديان تحسباً لفصل الخريف وتساقط الأمطار. أقوم بعملية دورية وآنية في تنقية الشعب المائية والبالوعات المجاري المائية على طول سنة. حملة واسعة لتهيئة وتطهير الشوارع الرئيسية بتنظيفها من جميع الرواسب والفضلات البلاستيكية التي أصبحت أحد أهم العوامل المسببة في انسداد البلوعات. كذلك نقوم بجهر كل هذه القنوات الرئيسية بالتنسيق مع مصالح مديرية الموارد المائية لولاية الجزائر. نقوم كذلك بتنقية أيضا كل البالوعات أو سكونابيل لي كانيفو. العملية كانت أوسع لتشمل الطريق السريع. تحسبا لأمطار اللي راهم جايين إن شاء الله، رانا بدينا نقيو في البالوعات ولي كانيفو على مستوى هذا مستوى الطريق الوطني 61، دونك بدينا في النقط اللي شبه السوداء. رغم الاستراتيجيات المتبعة من قبل المصالح المعنية، تبقى المسؤولية في يد المواطن، كذلك من أجل الوصول إلى وسط حضري خال من الأوساخ والنفايات، تجنبا لسيناريو الفيضانات وغلق الطرقات.